السبب الذي جعلني أتكلم عن فهم هذا الحديث وعن شرحه، سمعت قبل أيام واحد سوداني يتكلم في إذاعة وبرضه في قناة نفس الشخص، ويتكلم عن شرح هذا الحديث، والكلام واضح. رسولنا عليه الصلاة والسلام قال: ينزل ربنا. لما جاء في شرح الحديث أفسد معنى الحديث وادعى عقيدة، ادعى إن عقيدة المسلمين هي عقيدة لا علاقة لها بالإسلام أبدا، إنما هي من عقيدة فرعون. قال الحديث ده ما معناه إنه ربنا بينزل، أها ما بينزل ربنا. طيب لاحظ، النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل منو؟ ربنا. ده قال ما ينزل، جاب تأويلات. بقى بأول في الحديث، قال بعضهم يقول تنزل رحمته، أها بعضهم يقول ينزل ملك، بعضهم يقول ينزل أمره، بعضهم يقول لو قلت ينزل ربنا إذا شبهته بالمخلوق، واحد يقول لو قلت ينزل ربنا إذا سيخلو منه العرش، واحد يقول لو قلت ينزل ربنا في ثلث الليل، ثلث الليل بيختلف من السودان لأمريكا، أوروبا، بنغلاديش، بيختلف. إذا ينزل بيتين، ثلث الليل بتاع السودان ولا بتاع المغرب؟ الإجابة كالآتي: أولا معنى الحديث ينزل ربنا معناه ينزل ربنا. هقول شنو أكثر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. من أفصح من رسول الله؟ من أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من أنصح للخلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني أنت لما تيجي تقول لي ينزل ربنا ما معناها ينزل؟ طيب هل أنت أفهم للغة من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الإجابة لا. هل أنت بتنصح الخلق وبتبين لهم الدين أعظم من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الإجابة لا. هل أنت أعلم بالله من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الإجابة لا. إذن ينزل ربنا معناها ينزل ربنا كما قال عليه الصلاة والسلام وكما جاء في القرآن: وجاء ربك والملك صفا صفا. نقول ما بيجي يعني؟ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر؟ نقول ما بيأتي؟ يأتي ربنا، ينزل ربنا، يتكلم ربنا. لكن في سؤال: هل ينزل كنزولنا نحن المخلوقين؟ هل يتكلم ككلامنا نحن المخلوقين؟ الإجابة لا. ينزل نزولا يليق بجلاله، ويتكلم كلاما يليق بجلاله. طيب نحن نعلم ينزل ويتكلم ويرحم ويضحك ويغضب ويكره ويأبى، كل ده بنعلمه. بنعلم كيف ينزل؟ ما بنعلم، ولا أحد يعلم. إذن لو واحد قال لك الحديث ينزل ربنا تقول له نعم ينزل ربنا، كيف؟ الله أعلم. يأتي ربنا، صاحب يأتي، نعم يأتي ربنا، كيف؟ الله أعلم. ده المعنى الصحيح. طيب التأويلات اللي ذكروها، هذه التأويلات باطلة كلها، مبنية على شنو؟ مبنية على أمر واحد، لو فهمته فهمت ضلال هؤلاء، اللي هو مبنية على إنه اللي بينفي وبينكر إنه ربنا بينزل لأنه شبه في ذهنه. أول ما تقول لا ينزل ربنا، طالب يتخيل في ذهنه ينزل من فوق لتحت، يعني زي ما أنا بنزل ربنا بينزل. ما بتجي، خلاص ما بينزل. أيوة، مما تقول لو يأتي ربنا، أيوة بخد في ذهنه صورة، أيوة ربنا بيأتي زي ما أنا بأتي، وفلان داك بيأتي، يأتي أنا بأتي وربنا بيأتي، سواء يعني زي بعض، ما بيأتي. ده الفهم هنا. طيب والحال شنو؟ ما تضع أي صورة في ذهنك، ما تشبه،
يعني يأتي ربنا بس تسلم، يأتي ربنا كيف؟ الله أعلم. ولا تتصور صورة في ذهنك. الدليل شنو؟ قال تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. الصورة في ذهنك دي مش شيء، ربنا قال لك ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إذا نثبت جميع الصفات دي. ينزل ربنا، نعم ينزل. ومن شبهه بالمخلوق؟ النعل بيقول لك الليل بيختلف من هنا لهنا ومن هنا لهنا. إذا قلت بينزل إلى سماء الدنيا، الليل بتاع أمريكا بيختلف من الليل بتاع مثلا إيطاليا. نقول له ده برضو مبني على التشبيه بتاعك، لأنه أنت شبهت في ذهنك نزول كنزول المخلوق. أنا لو نزلت الليلة نزولي مربوط بزمن، فهمتني؟ ومربوط بمكان ومربوط بحيز. لكن لما تجرد أو تبتعد عن التشبيه تلقى المسألة جات معك تمام. ينزل ربنا، نعم ينزل. كل التأويلات اللي ذكرها دي باطلة، والعقيدة الصحيحة اللي عليها أي مسلم تصدق وتؤمن وتسلم بالقرآن والسنة. ينزل، نعم ينزل. يأتي، نعم يأتي. يتكلم، نعم يتكلم. ينادي يوم القيامة بصوت وبحرف وصوت. ربنا منادي الخلائق يوم القيامة وينادي آدم، يا آدم أخرج بعث النار بصوت وحرف. طيب نقول ما بيكلم؟ يتكلم. إذن يا أخوانا فهم الحديث ينزل ربنا إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله. لا نقول يخلو منه العرش، إنما نقول ينزل كما أراد الله تبارك وتعالى وكما شاء. وهذه صفاته تبارك وتعالى. إذن يا أخوانا نستفيد فائدة تربوية من الحديث. لما نؤمن أن الله ينزل وينادي العباد، ادعوني أستجب لكم، استغفروني أغفر لكم، نستفيد منها فائدة أن تحرص على القيام بالليل ولو دقائق، دقائق معدودة لعل يكون فيها الخير والسعادة لك أنت. أحرص، قوم. صليت الحمد لله، ما صليت في مكانك أدعو الله، أستغفر. ولا تلجأ لغير الله تبارك وتعالى. ومن لجأ لغير الله خسر الدنيا وخسر الآخرة. لأنه في الدنيا ما عنده لك حاجة، تقعد تنادي للصباح لحد ما يطلع الفجر، تنادي يا شيخنا ويا فلان وتلحقونا زي ما بيعملوا الناس في بلدنا دي. والشيء المؤخر بلدنا وضارينا في البلد دي يهودك.